تعال أنس. بص يا فريندز، رحنا فين؟ رحنا في قلب الأناضول. جوزي هنا بيعين المكان دوت زي ما انا قلت لكم، فجينا معاه طبعا. انوس جشمش اولسون يا ماما، جشمش اولسون. ودانك كبرت يا ماما ليه يا ماما؟ الناموس قرصك يا روحي. ها ماشيين كده معاكم كده يا فريندز، ونشوف احنا في الهواء الطلق، فحيث لا يوجد اي شيء غير الطبيعه فقط وبس. بس طبعا حاجه جميله جدا. انا بشكركم يا فريندز على كل الدعم والله، وعلى كل الحب اللي انتوا بتقدموه لي، وعلى كل التعليقات الجميله اللي بتوصل لي، وكل الانتقادات برضو المحترمه اللي هي يعني بتوصل لي وكده. انا بحاول على قدر الامكان، بحاول والله يا جماعه على قدر الامكان ان انا يعني اشرفكم، ويعني اعمل قناه كده تشرفكم وتشرف بلدي وتشرف اولادي، وتكونوا مبسوطين بيها، تحسوا ان في حاجه جديده يعني شفتوها في قناتي وكده، فيا رب يعني تعجبكم. امبارح فتحت اليوتيوب وقلت اشوف الشورتس، قلت اشوف الشورتس على اليوتيوب وكده، لقيت واحده كوافيره حاطه الواحده عروسه في عينيها كده اي لاينر اسود، فقلت ايه بقى، ايه انا احط بقى اي لاينر زيهم عشان عينيا توسع بقى وتكبر والكلام ده؟ الدنيا باظت خالص ومعرفتش الحقه، فحسيت ان انا بوظت الدنيا خالص في وشي النهارده يعني وكده. ازيكم يا فريندز، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. بصوا انا النهارده ايه، في الريف التركي فري وسط كل حاجه جميله، وسط الخضره، وسط يعني الهواء الطلق، وسط الجبال. انا في منطقه كده اسمها دينار، المنطقه ديت على يعني بعيد قوي عن افيون، بس احنا رحنا طبعا مع جوزي علشان خاطر شغله، فهو يعني سابنا وراح مع الراجل اللي هو بيعاين الارض بتاعته ديت، وانا وانوس حبيب قلبي ابني يعني من يعني ايه قاعدين هنا بقى نشوف الجمال دوت. المنطقه ديت يعني فيها زلزال من الدرجه الاولى، يعني افيون بتنقسم لشويه، فيها زلزال من الدرجه الثانيه خطوره، وفيها زلزال من الدرجه الثانيه. احنا قاعدين في منطقه زلزال من الدرجه الثانيه، وفي المنطقه اللي احنا فيها ديت زلزال من الدرجه الاولى. فيعني كان فيها حصل زلزال، جوزي بيقول لي في سنه 1995 تقريبا. هذا نار يعني قريبه من انطاليا، وقريبه من حته اسمها دينيزلي برضو جنب افيون جرى حصار. هنا شده الزلزال بتاعتها درجه تانية، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. كل شهر يعني كل مثلا 3 4 شهور تلاقي زلزال هنا عندنا في افيون جرى حصار. طبعا حاجه تخوف جدا، حاجه تخوف جدا والله بجد. بس يعني نعمل ايه يعني، ربنا يحفظنا. يا جماعه يعني اجمل مناطق في تركيا هنا هي المناطق اللي وقع على خط الزلزال، تخيلوا. يعني انا كان نفسي قوي اعيش في بورصه، كان نفسي اعيش في يالوفا، كان نفسي اعيش في محافظات كتيرة قوي، بس الزلازل هنا خطيره قوي يا فريندز. درجه طبعا جوزي يعني خدنا، وانا فاجئني اللي هو خدنا، قلت يعني الراجل كده ايه عزمنا والكلام ده وخدنا والكلام ده. اللي هو شغله يعني بصراحه هي الناس التركيه هنا اللي هم بيشتغلوا بيروحوا مكان مثلا او كده، فاثناء شغلهم في وسط الاسبوع ما بيدفعوش بقى يعني فلوس الاكل، يعني واخدين بالكم؟ يعني احنا اكلنا ببلاش كده يا فريندز، هيتخصم من الضرايب. رياح شديده قوي يا جماعه، فبيحطوا زي مراوح كده فوق الجبال وفوق السهول ديت وفوق الجبال ديت علشان تولد الكهرباء. فتركيا تحسوا عندهم اكتفاء ما شاء الله في الرياح، عندهم الرياح شديدة، فبيستخدموا بيولدوا الطاقة الكهربائية من الرياح. يا ريت في بلادنا يعني نهتم بموضوع الرياح ده قوي علشان يعني نولد الكهرباء وما نحتاجش بقى اي حاجه او يحصل عندنا مشاكل في الكهرباء او حاجه زي كده. انوس جشمش اولسون يا روحي، جشمش اولسون. ده انا مامي يا روحي، ده انا مامي. وعند مطعمنا المفضل كفتاج يوسف، والمطعم ده بتلاقوه على رنوي على الطريق السريع هنا ما شاء الله عليهم، بتلاقيه يعني المطعم ده قدامه مطعم في الناحية التانية، يعني العربيات لو رايحة هتلاقي المطعم في وشها، لو جاية هتلاقي برضو المطعم في وشها. فالمحل ده فيه سلسلة مطاعم في كل حتة على الطريق في تركيا،
جوزي طبعا خدنا عشان خاطر نتغدى، كان وقت غدا وكده، فكلنا بقى بفتيك وكلنا كفتة وكلنا يعني بطاطس وزبادي. هنا في سلطة، هنا في فكرة الزبادي، يعني بياكلوا مع الأكلات اللحوم وبياكلوا مع الحاجات دي كلها زبادي، بتحسها بتخفف عليهم وكده. الصوت بتاع دوشة المطعم عالي جدا، فأنا لما كنت بتكلم ما كنتش سامعة صوتي، فحتى أي كلام أنا اتكلمته ما طلعش، بس أنا قلت أقول لكم اللي أنا الكلام اللي كنت بقوله. هنا البفتيك في تركيا مختلف عن البفتيك في مصر. البفتيك في مصر كده خفيف وتحط له بيض وبتحط له بقسماط وبيرققوه، لكن هنا البفتيك عبارة عن قطعة، يعني قطعة لحمة سميكة شوية، ممكن تكون فيها حتة سمينة، ممكن تكون سادة خالص، وبيحطوها بدون أي إضافات وبياكلوها. منطقة دينار ديت علشان المساحات بتاعتها واسعة وبعيدة كمان، فبيربوا فيها المزارع السمكية، وتلاقي يعني أنا على الطريق شفت كذا 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 مزرعة سمك في الطريق، فإحنا ما كنتش عارفة بصراحة أطبخ إيه لما أرجع وكده، فقلنا طيب خلاص أشتري سمك. فدخلنا مزرعة الأسماك ديت، كان موجود سمك اسمه سمك الألابلوك، وموجود سمك السيمون، وبصراحة سمك السيمون هنا في تركيا جميل جدا، وكمان سمك السيمون الروسي حاجة يعني تحفة قوي برضو بيعجبني. طبعا السمك هنا غالي جدا يا جماعة، يعني أحيانا بيوصل كمان لسعر اللحمة السمك، وفي موسم معين في تركيا يعني ممنوع انهم الناس تصطاد فيه، فتلاقي السمك بس اللي موجود في السوق هو سمك المزارع بس. انا لما بخرج مشوار مع جوزي او كده، بخرج بعد ما اتاكد ان البيت نظيف وفي اكل في البيت، وحتى لو ما فيش اكل في البيت بكون عامله حسابي مثلا ان انا لما ارجع احط مثلا خضار او حاجه زي كده في حاله الضغط، فلما نرجع بقى نلاقي اكل، لان انتوا عارفين طبعا يعني الرجاله لما ما تلاقيش اكل في البيت بيحصل لهم ايه. فبحاول ان انا اعمل توازن بين مثلا ان اخرج وعشان كمان يوافق ان انا اخرج يعني وكده، وما بين ان احنا يعني نتفسح او نخرج، وغالبا ما بنخرجش الا في وقت الاجازات بس، اللي هو اليوم اللي قلت لكم عليه اللي هو اليوم الاسبوعي بتاع يوم الحد او يوم السبت. كنت بتكلم في الفيديو ده وكنت بتكلم مع جوزي وكنت بتكلم مع بياع السمك وبقول لهم يعني هل في سمك تاني او كده، فكان صوت الميه وصوت يعني الموتور بتاع الميه وكده عالي جدا عن صوتي، فمحبتش ان انا اعمل لكم ازعاج، فشلت اغلبية الصوت بتاع مزرعة السمك وفضلت ان انا يعني احط صوت على صوتي في الفيديو كده. لما بنعمل سمك مشوي بنعمله بقى بالطريقة التركية، اللي هو بيحطوا السمك على الجريل وبيشوه كده وبيحطوا له ملح وكده، مفيش فكرة ان السمك يتحط عليه ردة او يتحشي حاجات من جوه، يعني فكرة جديدة. انا لما كنت بعزم الناس مثلا عندي الاتراك يعني قرايب جوزي وكده، بصراحة كان يعني كان بينبهروا بطعم السمك وبيكونوا مبسوطين جدا من طعم السمك، بيقولوا لي ده فكرة جديدة واحنا هنقولها لجيراننا وقرايبنا، فحسيت قوي ان انا مبسوطة ان انا عملت حاجة كويسة ونشرت حاجة كويسة برضو، لان هنا مفيش فكرة البهارات ولا في فكرة التوم ولا الحاجات دي قوي. نفسي ان انا اشتري حوض سمك والله، بس يعني احواض السمك بتحتاج رعاية وبتحتاج اهتمام، بالاضافة كمان ان اولادي صغيرين، فانا عارفة ايه اللي هيحصل. هيطلعوا السمك وهيفضوا المية وهيخلوا الدنيا مزيطة، فعلشان كده ولا عارفة اجيب عصافير ولا كناريا، ولا عارفة اجيب سمك، ولا عارفة حتى اجيب سحلفة اربي فيها، لان انا حاساهم ان هم هيكون يعني فران تجارب لعيالي. ما اشترينا الاربع سمكات ب170 ليرة، يعني بحوالي 180 جنيه او كده، فالراجل راح ادانا شويه شويه كده في كيس، يعني اللي هو اسمه ايه ده، الجوز اللي هما بيسموه هنا اللي هو عين جمل، طبعا عارفينه غالي، فانا حاسه ان هو ضميره كان بيأنبه كده على الاربع سمكات اللي ادوهم لنا، فادانا يعني شنطه فيها حوالي يعني 200 جرام 300 جرام عين جمل. اول ما رحت المكان ده شميت ريحة البحر، وانا افيون قرى حصار يعني ما فيهاش بحر للاسف الشديد،
في تركيا عامه في بحر مرمرة وفي بحر ايجا وفي البحر المتوسط وفي البحر الاسود. طبعا اجمل المناطق في تركيا هي الموجوده على بحر ايجا ديت بقى اللي هي المناطق السياحيه قوي اللي في تركيا. وفي المناطق اللي هي واقعه في البحر الاسود زي ريزه وزي ترابزون وكده، وديت بيكون المناطق ديت فيها امطار شديده ومطر على طول طول السنه لان هي مناطق فيها زرع كتير، والبحر الاسود بيطلعوا منه منتجات التجميل وكده. فتركيا فيها بحر من كل ناحيه تقريبا يعني، وبحر كمان مرمره كمان اللي هو يعني جنب اسطنبول وجنب بورصه، يعني حاجه جميل قوي تحفه سبحان الله. يعني تركيا هنا فيها انهار وفيها بحيرات فيها سهول فيها طبيعه يعني حيه. من اجمل المناطق اللي انا عجبتني فعلا وفيها بحر هي منطقه مرمره، يعني بحر مرمرة ومدينة اسمها فتحية في تركيا. ديت من أجمل يعني الرحلات اللي أنا يعني روحتها في حياتي كلها من ساعة ما جيت تركيا هنا، عجبتني جدا. إن شاء الله في ناس جميل قالت لي انت بتقلدي هبه ابو الخير. يا جماعه هبه ابو الخير يا جماعه احنا ايه؟ هبه ابو الخير بس مين يا جدعان؟ يا جدعان اسلوب اي حبيب، وعارفين اسلوب هبه ابو الخير قبل ما اي حبيب تظهر. انا مش عارفه اكلم الناس ازاي يا جدعان، مش عارفه اكلمكم ازاي الناس. بصوا عشان تكونوا عارفين انا عندي طرحتين دول بقالي 23 سنه ما بغيرهمش، بقدم ويعني يقدموا واشتري جديد، يقدموا واشتري جديد زيهم نفس النوع، لان انا يعني اتعودت محتاجه ان انا اغير بس مش عارفه اغير، مش لاقي نفسي في الالوان الفاتحه يا جماعه، مش لاقي نفسي في الالوان الفاتحه.